taking for specified use, the rest should be under deviation. Position of the patient في الريست لاتر. في مشكلة؟ زي دي. في الفراغ. ماشي؟ والسنتر بتاعك عليها. في مشكلة؟ مين؟ برضو الدايركشن بتاعك فوق الستايلوب بروسيس اللي انت شايفه. اللي هي مين؟ الريديوس. بالمناسبة احب اشرح لكم حاجة. هنا حتة حتة تمام؟ في الاناتومي بيدرسوها اسمها السناف بوكس. بوكس يعني ايه؟ صنوف يعني الشم حط فيها الحلوين التنجل ده التنجل ده الفليكسور تمام هتلاقي وراه حته نازله كده خلاص يعني لما تفرق ايدك كده زي ما فات هتلاقي حته نازله كده ده اسمه سناف بوكس كان كيس او صندوق الشم صندوق الشم ده مكتوب في كتب الاناتومي ان له اهميته ايه؟ مش هو بقى من الزعيم دلوقتي يقول لك ايه اللي قدامه اللي وراه وبيديه بتاعه لكن اهميته كاستخدام الكلينيكي ثلاث حاجات الحاجه الاولانيه هي ان اكتر نقطه توجع عيان سكافولد فراكشر هي النقطه دي اضغط عليه توجعني دي سكافولد فراكشر خلي بالك خد بوك ثابت على الليفت ريست هو ده اللي اقدر اقرره بل ان في برنامج احنا شايفينه ممكن ينزل على الموبايل ينزل لي اي حته لو في اجهزه خاصه بيه ومجرد ما تاخد الصور تبعتها عليه يديك الايدج مباشره. في حاجه اسمها بون ايدج البون ايدج بتاع زمان ان انت خد كذا وضع على حسب سن العيال. في عضلتين كده وبتاع انا بقول لك قلنا من شويه البون ايدج يعني ايه؟ يعني عيان عنده كام سنة؟ 14 هشوف بقى ايه اللي بيفرق عن 13 و 14 و 15 و 16 وايه صورهم؟ في حاجة كده 15 و 16 عشان ليفل خد ليفل او واحد بيفرق عن 15 و 16 ده الريديوس والله خد كمان الريسك تمام؟ واشوف بقى مين اللي قفل ومين اللي ما قفلش واقول لك هو الريتش ده ماشي ولا لا؟ الكلام ده الكلام ده كله ايه؟ دلوقتي ليفل ريسك تمام؟ الكلام ايه؟ ايد كله ليفل ريسك ليفل ريسك وهاند انا اقول لك ايه ريست والهاند فيهم كام عظمه؟ 28 كتير نعد مع بعض 8 وخد عليهم 5 وخد عليهم فوق كام؟ 3 4 12 و 2 15 14 14 والاثنين من تحت اللي هو الريديوس والارض حلوين؟ يبقى الصنف هات لي مكان تاني هتاخد هتعمل بوزيشن واحد هتعرض العيان والطفل الاكس ري كتير واجيب كميه العظم دول حلو؟ هل كلهم بيفهموا مع بعض؟ لا. هل كلهم الكلاسيفيكيشن سنتر بتاعهم بيظهر مع بعض؟ لا. طب انا العب بدول. انت بديني توفيق. معايا؟ اشوف البيست الريفزز ده. ظهر امتى؟ احطه في ايج. كبر امتى؟ احطه في ايج. لحم امتى؟ احطه في ايج. البرنامج ده احنا انا ما اعرفش اسم البرنامج، ما حدش في مصر بيستخدم البرنامج. انا مسعين. ايوه جون بدل انه اتش بيقفل في
دي انا ممكن اعرف عن طريق اي جوينت. بس شوف الانجن انا بدور عليه فين، سن العيان ايه، واجيب سنه او سنتين قبل، سنه او سنتين بعد. ماشي. لكن ده كان الكلام ده دي دلوقتي بشتغل بايه؟ ليفت هاند. يعني ايه؟